سلام حبيباتي ومرحبا بكم في فلوغ جديد اليوم. هذا الأسبوع درنا مشتريات بزاف من إيكيا. كان خاصني نشري تجديد لغرفة النوم تاع نور لأنها راه قريب تقفل عامي إن شاء الله بعد أيام، وقررنا نغير لها الأتات نديرو لها كما الغرفة تاع أختها، خاصة وأنه السرير تاعها راه جهة صغير فشينا لها سرير جديد. مهم راح نوريكم كل شيء. كاين اشياء اخذناها من موقع تاع ايكيا بلجيك لانه محلات ايكيا في بلجيكا مغلوقه بسبب الكوفيد 19. اما بالنسبه لبعض الاشياء اللي ما وجدناهاش هنا في بلجيكا، زوج تاعي مشى لايكيا في هولندا لانهم فاتحين لانه مفتوح، وجاب معاه اشياء اللي انا صراحه ما طلبتهاش منه، ولكن حس بلي انه خصني نوع من التجديد في المطبخ تاعي حكمتنا الضيقه من هذا الكورونا فيروس، فباش يفرحني راح جاب مواعين هادو جدد. المهم عندي خدمه، عندي شغل بزاف، راح نحاول نغسلهم دركا كلشي نديره في نعاود نست في كل شيء في الخزانات تاعي هنا في المطبخ. وقررت اني في المطبخ تاعي ندير هذيك الزاويه لهيك، راح نحط فيها مكان خاص بالشاي والقهوه وبعض الحلويات اكيد، لانه صاي خلاص مرش عندي المكان في الجوايه الاخرين، خاصه وانه جاب لي بزاف المواعين. غادي نوريكم كل شيء، كاع الاشياء اللي شريتها واش جددت الى اخره. يلا تابعوني. دونك حبيباتي هذه الجهه قررت ندير فيها فقط الكيسان، درت هنا الكيسان تاع الماء والعصير ومعهم لي كاغاف هادو. هنايا درت لي طاس تاع القهوه والحليب، من بعد نغيرهم لانه غادي في جهه واحده اخرى غادي ندير كل ما هو خاص بالقهوه والشاي. والفوق درت كيسان تاع لاتاي مع البريد تاع لاتاي، واحد لي تيرمو عندي تاع الاستعمال اليومي تقريبا، وهادو لي جار تاع لي سموتي حطيتهم كيما هكا بهذا الشكل. الوغ البنات هكا استفدت المواعين تاوعي. في هذه الجهه درت الزهري الرمادي والاسود، في هذه الجهه درت عندي واحد الطباسه والغرفيات اللي نستعملهم لكل شيء مش فقط للاكل، خطرش نخلط فيهم وكاع. هنايا حطيت هذا السيرفيس من اكسيون، فيه لي زاسيت تاع كومبارتيمون كاع، ممكن دايره وجبه مختلفه ولا فطور الصباح ولا. والفوق كاع الفوق هنا عندي زوج طباسه كبار تاع بيتزا، وعندي واحد داك الطبسي تاع فيليبس افان تاع بنتي، وهنايا واحد الطباسه صغيورين تاع بناتي. ما شديتش كاع البلاستيك، خلاص البلاستيك اللي شديته فقط هو تاع ايكيا اللي نستعملهم من نخرجوا في النزهات لي بيكنيك خارج البيت، درتهم في هذيك العلبه كاع صوالح ايكيا تاع بلاستيك درتهم تماك. وهنايا درت هذوك لي بانيه تاع الفريت ولي كوكتيل اللي نحط فيهم البيض تاع بناتي. هذا مكان كلشي استفدته بهذه الطريقه. اما في هذه الخزانه هذه كما وريت لكم درت فيها فقط الكيسان. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? On va faire dodo? Ay ya dodo nodi. Qu'est-ce que tu fais Nour? Bonne nuit. Ay allonge-toi. Kisli, kisli ma bébé, kisli. كسلي مع بيبي. بون نوي نور، بون نوي. بون اون فا ميتر تيتين لا تورتو. فوالا اون ا مي لا تورتو. اي ميتو بوني ماما.
Bonne nuit, pupus. Bye bye. Aïe, dodo. On dit pas nana, on fait bébé. Aïe, bébé. Regarde. Aïe, regarde. Allez, dodo. Allez, bye bye. دركا نور هذا وين رقدت الساعه ديال القيلوله تاعها لا سيست ودركا انا وسيرين سيرين راح تبدا النشاطات تاعها في هذا الوقت. هذا هو الوقت الوحيد اللي تقدر تريح فيه في المكتب تاعها وتقرا شويه. الوغ البنات سيرين راها تعرف الالفابي اون فرونسي، تعرفها هكا ماجيسكول، بصح مازال ما تعلمتش المينيسكول. دونك انا بغيت نعلم لها الكتابه هذه اللي تقراها في الكتب الصغيره. حملت لها هذا الكتاب، هذا الدفتر هذا حملته من الانترنت ونسخته، يعني امبريميته، ونعطيها تكتب كل يوم، تكتب غرانتا بيتيتا، كل يوم نعطيها حرف، هذا غران بي بيتي بي، كل يوم تعلم شويه. اليوم رانا وين رانا واصلين سيرين؟ دال او لو او. الوغ اليوم غادي تكتب غران تو بيتي تو او او اسكارغو. اسكارغو علي يرفد لي كريون تاعك وراها الميمحات. تيان تمام، هي كي تغلطي عاودي سقدي الكتبه تاعك. اللي بغاو يحملوا هذا الدفتر من الانترنت نحط لكم الرابط في الدرايف تاعي. عندي دفتر واحد اخر تاع كتابه، بصح ماشي كيما هكذا، ماشي الكتابه هذه تاع الكتب، الكتابه تاع الاو اللي نكتبوه في الكايي. انا بغيت قبل نفوت لها هاد لي مينيسكول عاد من بعد ندير لها لي مينيسكول الاخرين، باسكو كاين زوج تاع لي مينيسكول. شوفي سيرين راه داير لك تبدي منا. شوفي ريغار tu commences ici tu descends et ensuite tu fais 2 3 et 4. الوغ دركا سيرين كملت مع الكتابه، غادي نفوتوا التمارين واحده اخرى. غادي نديروا واحد التمرين ساهل، هادو تمارين ترسلهم للمعلمه تاعها، كل اسبوع تحط لهم مجموعه من النشاطات اللي يديروها في المنزل، تحطها لهم في لابواتو ليتر عند العلبه تاع البريد عند الباب، وزعما تدور عليهم واحد واحد. الحق زعما تخدم خدمتها من قلبها ما شاء الله. هادو تاع الاسابيع اللي فاتوا دارتهم بنتي، كملت معاهم. هاد الاسبوع عندها تمارين واحده اخرى. تمقصي هذا كيما هكا، قصيه كيما هكا، قصي الديناصور، ومن بعد كي تطويه على اثنين يخرج لك هكا، يخرج لك ديناصور. شوفوا البنات الزوج تاعي واش راه يدير. يوم يوم السبت كي ما يشتغلش يخرج يهتم شويه بالحديقه، واليوم راه مقابل هذه الدخله عند الباب. كل شيء عاودناه، قلعنا كاع كان كاين واحد شجيرات صغار وكاع كل شيء قلعناه. حنايا هنايا زوج تاعي اكيد نبتوا واحد النباتات كاع الشتاء، دركا قلع كل شيء وراه يسقد في التراب باش يعاود يغرس، غادي يزرع اون بلوز يعني غازون عادي. فوالا البنات اليوم الديكور تاعي تاع المائده، باش نوريكم هذوك لي سيرفيس تاع ايكيا كيفاش خرجوا. درت لاسيت تاع ديسير درتها اون غري، وهادو درتهم في الغوز. نقدر ثاني نبدل، نقدر ندير هاد الطبسي الكبير والغرفيه نديرهم اون غري والوسطاني نديره في الغوز. فوالا اليوم المائده تاعي كيما السناك يعني ماش مفيهاش حاجه كبيره. الحريره مازال ما حطيتهاش، درت خبز كيما هكا بيتا، دي فريت هنا قطعت شويه خضر، و دي بولات دو فيون داشي الكفته هنايا، هذه غاتاتوي بقات لي من البارح، وهذه الصلصه بيضاء جهزتها. وهنا حطيت لا ماشينا بانيني اللي بغي يخدم ساندويتش تاعه بهذاك الخبز. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم، صحه فطوركم. لا تنسى ماما.
Voilà, bravo les filles, en pose ici, super. Voilà, très bien. Ça, j'y ai trouvé. Oh non, tu peux pas faire dodo? Ah, où est-ce que tu vas faire dodo? Regarde, maman.